استاذ عمنان المدبولي يا استاذنا الكبير امبراطور الكوميديا، بنقول لك في الهوا هوانا النهارده، الهوا هواك. أيوة. واحنا سعداء جدا ان انت تكون معانا على دريم تي في. بتتفرج على دريم ولا لا؟ طبعا، الله يخليك. من زمان. الله يخليك استاذ مدبولي. لو ابتدينا كده نفتش في محطات ومواقف واسماء مرت في حياتك، لازم ارجع مع مشاهدينا يعرفوا ان انت على الرغم ان انت بتقدم لنا صانع الضحك وصانع الفرح وصانع البهجه، الا انك وصفت حياتك في يوم من الايام بانها ماساويه، ان من طفولتك ان انت لم تعرف الضحك الذي منحته للجمهور. صح. ناخذ يعني ده جانب ناس كتير ما تعرفوش عن حضرتك. يعني انا والدي توفى وانا لسه عندي 6 شهور. 6 أشهر. فتربيت يتيم. محروم. أي. يعني مش يتيم وبس، يتيم محروم. وطبعا عشت فترة طويلة طبعا أعاني من اليتم والفقر. يعني ولحد ما بقى زميلي في حياتي أحس بيه كل شوية. أيوه. يعني اليتم والفقر، حضرتك كنتوا كام أخ وأخت؟ كنا 3. 3. أنا أصغرهم. اصغر واحد 6 أشهر. والاكبر مني كان 2 سنين وشوية. والكبير كان يعني ما جابش 5 سنين. ووالدتك بقى لقت نفسها ب3 أطفال. أيوة. وحياتك من باب الشعرية، مش كده؟ من حي باب الشعرية. أيوة. فنشأت في حي البسطاء. الشعبي الجميل. لكن انت بتقول لي شفت اليتم والفقر والحرمان. ايوه. ازاي؟ يعني طبعا لان احنا كنا في عيله طبعا تقدر تقول ملهاش عائل غير طبعا الاب اللي توفى، وما كناش يعني مولودين وبقنا معلقه ذهب. لا، كانت معلقه مصديه حتى. بيعمل من حتى من البؤس حضرتك بتسخر منه. أيوه. فكانت معلقه مصديه. ايوه. وابتديت بقى اتربينا بالمعلقه المصديه. اتربيت بيها. اتربينا بيها. ازاي بقى ابتديت تخش في عالم الكوميديا وانت طفل صغير؟ كنت بتروح فين وبتتفرج على ايه؟ هي طبعا بتبقى استعداد عن الواحد انه يبقى دمه خفيف. يعلق على اي حاجه. وعشان كده لما كنت حتى في سنه اولى ابتدائي كانوا زمايلي يتخانقوا عشان يجوا يقعدوا جنبي. وانت في اولى ابتدائي؟ ايوه. كنت بضحكهم؟ يعني كان التعليق ده عندي سهل جدا. أيوة. وبسرعه. أيوة. فكانوا زمايلي بقى يحبوا دايما يقعدوا في التخله اللي جنبي او الكرسي اللي جنبي. الناس فاكره دايما ان الممثل الكوميدي او الكوميديان الكبير انه في حياته اول ما يشوفوه يقولوا ضحكنا. أيوة. قول لنا نكته. أيوة. وبلاقي رد فعل الكوميديانات بيبقى ان هم دايما بيميلوا الى الاكتئاب. أيوة. او ان هم بيبقوا. أيوة. جادين زياده عن اللزوم ومش عايزين ينفتحوا للناس، هل ده حقيقي؟ انا قريت يعني بحث الحكايه دي. أيوة. فلقيت ان كل العاملين في الكوميديا سواء كان مؤلف او مخرج او ممثل بيبقوا دايما عندهم وجوم. وجوم. ايوه، وجوم. وشه كده. كشر يعني في الحياه. لان هو حتى يعني انا لما باجي اسوق العربيه تبص تلاقيني الناس كلها بتقول لي انت زعلان ليه يا استاذ عبد المنعم؟ انا مش زعلان ولا حاجه، انا عادي انا. انما هو التفكير في الكوميديا. أيوة. هو مشكلة عندنا كلنا. أيوة. مشكلة عند المؤلف والمخرج والممثل. أيوة. إن إذا راح مننا إفيه إحنا عارفين إنه هيضحك. أيوة. بيبقى الممثل كأنه غرق في شبر مية. أيوة. عشان كده لما بيروح برضه يفكر. أيوة. أو هو راكب وسائق العربية بيفكر. أيوة. ليه الإفيه ده ما خدش. أيوة. أو ليه الناس ما ضحكوش. أيوة. فهي بتبقى دايما التفكير في الإفيهات طول. أيوة. النهار. أيوة. هو مشكلتنا. أيوة. حضرتك بعد كده اتجهت بقى انك لما كبرت شويه قدمت بقى كوميديا وتراجيديا. كوميديا وتراجيديا. ايوه. يعني من يوم الحفلات اللي في ابتدائي. أيوة. كنت احب اقدم دايما سكتش صغير كده كوميدي وحاجه دراما تراجيديا. بقيت علي بيك الكبير لاحمد شوقي. بس فاكرهم يعني. فاكرهم. بعد كده
البداية بقى الحقيقية في يعني تبلور شخصيتك الكوميدية كانت في البرنامج الإذاعي الكبير، يمكن شباب كتير هنا ما يعرفوش عنه ساعة حاجة. قلبك ساعة قلبك. أيوة. قصة ساعة قلبك لأن دي كانت مصنع للنجوم بالزبط. الكوميديا الكبار بالزبط. حضرتك كنت مش بس بتقدم فيه وبتأدي، لا كنت بتكتب كمان بتألف. كتبت كتير قوي. نفتكر معاك كده أهم الشخصيات وأهم يعني المواقف في ساعة قلبك. أنا كنت بكتب موقف. بكتب لنفسي. أيوه. وبكتب لفؤاد المهندس. أيوه. وعبد المنعم إبراهيم. أيوه. والفتوة. أيوه. وبعدين دكتور شديد. أفنم دكتور شديد. الدكتور شديد أحيانا. أيوه. يعني مش كتير. أيوه. وكان يعني اكتر الشغل طبعا كان في تمثيليات صغيره كده بتاعت 4 دقايق 3 دقايق. أي. بجانب طبعا الحاجات بقى كانت مشهوره قوي. أه. الرغاي اللي هو عبد المنعم ابراهيم. أي. وبعدين فؤاد المهندس محمود ومراته. أه. وبتاع فاكر محمود؟ محمود. محمود. هو خيريه احمد. ايوه. الفنانه الكبيره فخيريه احمد. فخيريه احمد. كان اول احتكاك ليك بالشهره ان انت كتبت، انت اللي كتبت يا محمود. ايوه. كان بتقول له ايه يا حبيبي محمود؟ محمود يا حبيبي. فين يا حبيبي؟ ايوه. مش كده. اول احتكاك ليك لما لقيت الناس في الشارع بتقول محمود وبتاع، يعني وقت لازمه وقفه كبير في الشارع. حسيت بايه؟ ده اول احتكاك ليك بالشهره بقى طبعا، بس من غير ما انت تكون في الواجهه. وطبعا يعني انبسطت جدا ان محمود دي حتى ريحتني ان انا ما كتبش غير محمود فتره طويله. أي. يعني كان كل جمعه لازم اعمل له سكتش. أي. وخيريه بقى تقرفه وتضايقه وهو يزعق ويعني يبقى كان دور كويس قوي، وكانت سكتش كويس قوي محمود ومراته الحقيقه يعني. كان سكتش جميل. وكنا حتى لما مش فاكر اظرف حاجه حصلت لكم في ساعه قلبك ده في لا ده احنا مثلا لما كنا نروح مثلا في اي بلد عربي يطلبوا برضو محمود ومراته. ايوه. انا فاكر طبعا كنا في حلب. ايوه. بنحيي برضو هناك حفله، وكنا انا وفؤاد وخيريه موجودين. وكانوا دايما يطلبوا محمود 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 محمود. آه. حتى بعدها بسنوات طويله اصبح محمود في الاعلانات. ايوه. مش كده دخل الاعلانات وبرضه اشتغل في السينما بقى، خدوا الشخصيه وعملوها. أيوة. في السينما برضه. بس كان اول احتكاك ليك بالفنان الكبير فؤاد المهندس تقريبا، بس هو قبلها بشويه يعني. فؤاد المهندس اعرفه من سنه تقريبا 49. أيوة. لكن ساعة قلبك اللي احنا عملناها كانت تبدأ من سنة 53. ايوه. انت اكتشفت بعد كده للمسرح عدة وجوه، يعني السكرتير الفني قدمت للمسرح الفنانة الجميلة شويكار. أيوة. احكي لنا قصة اكتشافك ليها بقى. هو الحقيقة كان لما جينا ابتدينا في بروفات السكرتير الفني. أيوة. كان المفروض هتعمله واحدة زميلتنا تانية، ما فيش داعي لذكر اسمها. ليه بس؟ معلش. لا والله تقول لنا دي فلتت منها يعني ال 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 الزميلة التانية دي سكرتير فني فرقت جدا جدا، دي هي اللي أسست شهرة شويكار. طبعا هفتكرها لك دلوقتي. لا 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 والله لا تقل. والله هقولها لك. طيب. وبعدين مش راضي يسمع كلام. وبعدين لما جينا نشتغل. ايوه. قامت الزميله اللي فاتت دي بقى. أيوة. كانت عاوزه تعمل تعديل كتير في الـ في الـ في الـ في, الـ في المسرحيه. أيوة. عشان دورها يكبر يعني. ايوه. وما احنا ما نقدرش نعمل حاجه في المسرحيه لان المسرحيه دي كان عاملها قبل كده نجيب الرحال. ايوه. فقلت لها مش ممكن، لكن هي كانت مصره كل شويه عايزه دورها كبير، عايزه دورها عايزه تتكلم كتير. وتتعطل البروفات بقى بسبب الحكايه دي. أي. لحد ما الاستاذ حسن حلمي الله يرحمه اللي هو كان مدير التلفزيون. والاستاذ سيد بدير قالوا لي في شابه جديده هتدخل بتعمل حاجات صغيره في التلفزيون وجيبها لك. ايوه. فجابت جابوها. جابوا لك شويكار. جابوا لي شويكار. ايوه. الحقيقه اول ما دخلت كانت بقى الترابيزه قاعد عليها عبد الوارث عسل. ايوه. فؤاد المهندس وانا ونظيم شعراوي. كان اول مره فؤاد المهندس يشوف شويكار بقى.
ايوه بالظبط. اللقاء الاول. اللقاء الاول. اي وبعدين تخن اللقاء ده بعد كده. وبعدين وبعدين هي طبعا اتخضت من اتخضت بقى لقت الجماعه عبد الوارث عصر وبتاعه يعني الشده دي. اي فهي بعد ما قالت شويه كده ندهت لي، كانت واقفه في البلكونه فندهت لي فقلت شوف بقى انا ما بعرفش امثل يعني ما تتكلش عليا فعلا. قلت لها انا كنت بقى من اول ما دخلت الحقيقه لقيتها فعلا راكبه عليها الدور الشخصيه أي. من قبل ما تتكلم. اي وبعدين فعلا بعد كده بقى هي خدت الدور ولمعت. لا لما قالت لك ما بعرفش امثل لا لا خلاص. فاكر قلت لها ايه؟ انا فاكر قلت لها مش عايزك اكتر من اللي انت فيه، خليكي زي ما انت زي ما انت كده. تتكلم بقى بالكف بكل حاجه والدلع بتاعها الظريف اللطيف ده هو. ومشيت بقى، وهي الحقيقه كانت مطيعه جدا في البروفات يعني بحيث انك اي حاجه نقول لها عليها تعملها برشاقه وحب. وبعد كده لما عملت انا وهو هي بقى ظهرت عفرطتها وشقاوتها. لما قلت لها اتكلمي بالظبط زي ما انت بتتكلمي وهي عندها اللهجه الارستقراطيه كده. حضرتك فاكر الاغنيه اللي كانت في المسرحيه؟ في لا السكرتير الفني ما كانش فيها اغنيه. لا لما اغنيه ولما قالوا لي دفا دفا ده عارفينها الاغنيه دي؟ انا وهو هي دي. ايوه في انا وهو. ايوه لما قالتها ازاي؟ حضرتك فاكر قالتها ازاي؟ لا مش فاكر بس هي بتقول لما قالوا لي وكل حاجه بقى تعملها بالكاف. ايوه كل حاجه تعملها بالكاف وتدلعها. والدلع ده كان بيعمل افيهات كويسه. انت اللي كتلت بابايا وحاجات كده. انت اللي كتلت بابايا ومشيت فيها على طول. مشيت فيها وبقت ظاهره. وبعدين هي الحقيقه كانت شكل جديد في المسرح والتلفزيون والسينما فعلا شكل جديد. يعني النهارده الفنانه شويكار فنانه يعني برضو من الناس اللي بيقول لن يتكرروا يعني. أيوه. الشخصيه اللي ملهاش ما حدش يقدر يقلدها. أيوه. ما طلعش لها نسخه. لا لا حتى لا. ما لم تستنسخ فنيا في مجال الكوميديا. هي قالت لك انا ما بعرفش امثل. هل يمكن ان انسان يكون حاسس عن نفسه انه ما بيعرفش يمثل ولا كده يصبح بعد كده فنان كبير وليه قوه؟ ولا عشان عشرتك واستاذ فؤاد المهندس وعاشت في وسطكم فشربت الفن؟ هي ممكن تكون مش كلامها مش صح يعني. يعني انا ما بعرفش امثل يعني خد بالك مني. قول بقى كده بالصوت. خد بالك مني في التدريب وفي الحاجات دي كلها. ايوه ولذلك هي كانت كويسه جدا في انها أيوة. تسمع الكلام وتعمل بالظبط وفي المواعيد مظبوطه جدا لحد ما عملت لنفسها شخصيه حلوه. ايوه اهم المواقف في حياتك مع فؤاد المهندس تفتكر ايه يعني في مسرحيه في انا هقول لحضرتك احكي لنا حكايه بقى احنا ما نعرفهاش. هقول لك الحكايه اللي خلت فؤاد المهندس يتجوزها. اللي خلت فؤاد المهندس يتجوز شويكار. أيوة. قول لي قول. احنا في مسرحية حدش يقول لنا الحكاية. انا وهو وهي اي في مشهد هو عاوز يخرج من عاوز يخرج من الأوضة. أي. وعاوز ياخد الشنطة بتاعته عشان يروح ينام في الأوضة التانية ويسيب لها الأوضة دي. أي. بعد ما ضحكت عليه بقى وهي دخلت الأوضة وقعدت. ده في المسرحية؟ أي في المسرحية. عشان الناس ما تتلخبطش. لا لا وهو بياخد الشنطة قامت هي عكسته. يعني بقت تجيب له الشنطة كده وتجيب له الشنطة كده لحد ما نزل على وشه ومش عارف ياخد الشنطة. أيوه. فلما نزل هو على وشه قلت لها انزلي أنت كمان جنبه. فنزلت جنبه. شكلهم وهم على الأرض وهي بيتعكسوا بالشنطة كان يعني رومانسي جدا في الحقيقة. فأنا قلت له يا فؤاد ده يوم الافتتاح. أيوه. قلت له يا فؤاد أنا هنزل لك مزيكا. حلوه كده تمشي مع المشهد بحيث ان تشيله لفوق. لانه ما فيش كلام، ما كانش فيه كلام اكتر من انها عماله تعكسه. ايوه. ولا فيها حب ولا فيها العالم. ايوه. فهو بعد ما سمع المزيكا هو قال لي لا مزيكا ايه؟ احنا بتوع مزيكا بزازيك، احنا بنعمل كوميدي، تحط لي مزيكا، انت اتجننت بمخك، انت مش عارف. قلت له طب خلاص. فخليتهم هم بيشتغلوا ورحت منزل المزيكا. ايوه. هو انبسط قوي من المزيكا. اه والحب دخل قلبه.
وانتهى. وكان مشهد يعني نقدر نقول ان اول نظره حب كانت بين الفنان فؤاد مهندس وشوكار كانت على الارض. ايوه على الارض. الناس كلها بتلتقي كده عينه ده هما نايمين. ايوه على وشهم. على وشهم. برضو من الفنانين الكبار اللي حضرتك يعني في احد الانترفيوهات المنشوره ليك بتقول عادل امام اكتشافي. انا عايزه اكمل بقيه التعليقات اللي مكتوبه. ومحمد صبحي لا يضحك الناس وفؤاد المهندس اكبر شكاك. لا بتاعت محمد صبحي دي ما قلتهاش. ما قلتهاش. لا لا لا. عادل امام اكتشافي. ايوه. ازاي اكتشفت عادل امام؟ يعني هو عادل برضه يعني عنده استعداد من الاول. طبعا. بس انا كنت بدور على واحد للدور ده اللي هو الباش كاتب بتاع المحامي. ايوه. لازم يكون غلبان وشكله كده فيه غلب وراجل فقير. ايوه. ورغم ده كله فاكر نفسه ان هو مهم. يعني محامي برضه. أيوة. يعني. ايوه. فكان بيعمل محامي حتى في غياب المحامي. ايوه. فقعدت ادور في الفرقه فعلا على الشكل اللي يليق عليه الدور ده فما لقيتش ولا واحد. افتكر شفت ثلاثه اربعه كده لكن ما لا انا عاوز واحد شكله فعلا معظم وبتاع غلبان يعني. فقالوا لي بقى ان في شاب في الفرقه الثانيه هنجيبه لك. فجالي عادل امام. فقلت له عندنا دور بتاع باش كاتب بتاع واحد محامي وكوميدي وبتاع. قال لا كوميدي ايه؟ انا ما بمثلش كوميدي. انا واخد جوائز في الجامعه وبمثل ادوار في مسرحيات عالميه. أيوه. يعني ما وخدت الكاس وخدت بتاع تراجيدي برضو. يعني ما اعرفش بقى اذا كان هو يعني كان بيقول كده عاوز يهرب ولا يعني. قلت له طب ما تجرب. أيوه. جرب الكوميديا يمكن. أيوة. فهو جربها مره في البروفه فلقى كل اللي قاعدين بيضحكوا وينبسطوا. ودخل في مزاجه اول دور وعمل الدور. بقى طبعا عادل الدور ده بقى هو فتح له فتح طريق فتح عادل مسك. بعد كده في مدرسه المشاغبين وحضرتك بتعمل دور الناظر. ايوه. اختلفت مع سمير خفاجي على عادل امام لان عادل كان بيخرج عن النص. ما فيش فيهم حد ما خرجش عن النص بس انا ما بعتبرهاش دي خروج عن النص. امال؟ لا الممثل الكوميدي لما او اي ممثل مش ضروري الكوميدي لما يضيف حاجه ايوه تعمق في دوره وتعمق في موضوع المسرحيه ما فيش مانع اطلاقا اطلاقا مهما يقول. ازاي بس يا فندم؟ يعني مثلا اسمح لي اقول لك لو عندك نص بتاع شكسبير كوميديا من كوميديات شكسبير تغير؟ لا شكسبير لا. لكن الكوميديا دايما بيبقى الممثل على المسرح احيانا يتسلطم زي الموسيقي لما يضرب احيانا بقى يتسلطم ويبقى ايوه كده يا جماعه موافقين انتوا فيعمل حاجه جديده كده. أيوة. تخلي الناس تتشد. فهو كانوا كلهم زودوا يعني اضافوا. لا مش دي لكن المشكله لما يخرج الممثل عن الموضوع بإفيهات وحركات كوميدي بذيئه هو ده الخروج. هو ده الخروج على الناس في رايك. لكن مثلا لما نيجي مثلا لفنانه كبيره زي ام كلثوم لا يمكن ابدا تلاقيها بتقول القصيده دي المره دي زي المره دي زي المره دي كل مره تضيف. ايوه. وتخرج. ايوه. صح. كان الخلاف ايه على عادل امام مع سمير خفاجي او مع على مدرسه المشاغبين يعني؟ حضرتك هم تركوا النص. انت قلت ان هم تركوا النص الاصلي وكانت مسرحيه بتمتد ساعات خمس ساعات من كتر ما بيخرجوا على النص. ايوه. ايوه هو ده سبب من الاسباب. ان فعلا انا وانا مره خارج بقى بعد ما خلصت الروايه. أيوة. فلقيت راجل والست بتاعته بيتخانقوا مع بعض قدام المسرح والعيال بعمالها اولادهم عمالين يعيطوا ويصرخوا في الشارع ويقول لها كويس كده يا بنت مش عارف ايه. طب اروح شغل ازاي الصبح؟ طب يروح صبح
اما يخرج ثلاثة وثلث ولا ثلاثة ونص بيزعل من مراته. مراته وهي اللي هي الظاهر اللي قالت له تعالى نروح نشوف المشاغبين. ايوه. فهم الاثنين بقوا مشاغبين بره. أيوة. بيتخانقوا مع بعض وبتاع ويجري والعيال تجري منهم وكانت حكايه كبيره. أيوة. حقيقه اذيتني قوي المنظر ده. ايوه. ان واحده جاي ناس جايين يضحكوا. أيوة. يقوم بعد ما يضحكوا يخرجوا يعملوا خناقه بره. فكنت انا بقى ارتبطت مع فرقه الريحاني وبعمل دور طول عمري كنت احب الدور ده عشان عاوز اعمله لاني شفته كذا مره في السينما اللي هو الملاك الازرق. فعملت اتفقت مع الريحاني وسبت المشاغبين بقى يعملوا فيها هم اللي عايزينه. ايوه. ليه الناس لما بتشوف فيلم ابيض واسود بيقولوا افلام زمان وكوميديا زمان؟ صح. ليه؟ اولا في كذا حاجه على شخ... يعني اولا الكتابه كانت كويسه جدا. ايوه. وبعدين كميه من النجوم موجودين فيها وكلهم كان كل واحد فيهم نجم كبير جدا سواء كان الرجاله او الستات كانوا كلهم نجوم ولذلك من الصعب دلوقتي انك تجمعي النجوم دي كلها في عمل واحد. كل دلوقتي كل واحد دلوقتي عاوز يعمل نجم ويعمل له فيلم لوحده. يعني يجيب اي حد جنبه ويعمل فيلم ودي مشكله كبيره جدا ان ما يجتمعش ثلاثة أربعة في عمل واحد علشان يشيلوه ويعيش زي معاشة الأفلام الكوميديا دي اللي احنا بنتفرج عليها أبيض وأسود. فده أنت طبعًا. شايف إنه صعب إن الشباب دول يعملوا مع بعض أفلام لأنهم فيهم أنانية. قطعًا في أنانية في بعضهم. أي. لكن ما يقدرش أقول كلهم لكن هم من بيضحكوك يا أستاذ عمال. والله أنا لما شفت بعض أعمالهم كويسين يعني هم موهوبين مفيش شك. مين اكتر واحد بيضحكك من الجيل الجديد؟ كلهم على فكره بيضحكوا مش مجامله لا. كلهم بيضحكون واذا كانوا بيضحكوا مش بيضحكوا من داخل النص. لا. كلهم فعلا هم اللي قايمين بابراز ادوارهم في العمل بتاعهم. لكن مش من النص هم ينقصوا من النص. اللي بيميز كل واحد فيهم يعني لو سألتك مثلا ايه اللي بيميز محمد هنيدي؟ محمد هنيدي في طبيعته طبيعته حتى هو اشتغل معايا هو يقول نكت كتير قوي. يعني كل حاجة ممكن ننكت عليها وربنا مديله الموهبة دي انه يقول نكت سلسلة كده ورا بعضها يعني ممكن كله مربوط في خيط واحد يعني. في مثلا أحمد آدم كويس. ميزته إيه؟ هو برضه يعرف ينكت كويس ويعمل شخصيات مختلفة. شخصيات مختلفة. يعني يقدر يعمل شخصيات مختلفة فعلا. ممثل أيوه. أيوة. مش كوميديان بس يعني أحمد آدم في صفة إنه ممثل. ممثل أيوه صحيح. علاء ولي الدين. علاء ولي الدين عاوز حد يكتب له. هو دمه خفيف وممثل كويس بس عاوز حد يكتب له لأن طبعاً جسم علاء محتاج فعلا حد يكتب له مخصوص يفصل له. بيقال ان علاء عايز يتكتب له ايوه كلام مخصوص زي ما حضرتك بتقول ورد فعله هو اللي بيضحك مش الكلام اللي بيقوله. لا 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 هو بيأدي كويس جدا مؤدي ودمه خفيف. بس عشان تكتبي الواحد بقى اللهم صل على النبي وعليه الصلاه والسلام لازم فعلا يكتب له. ايوه لان مش اي دور ممكن يعمله الا اذا كان برضه لازم ملائم ليه ودي مشكله بالنسبه اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي طبيعي جدا طبيعي وبيعرف برضه يعني ينكت او يضيف من عنده على لكن هو طبيعي جدا. احمد حلمي. احمد حلمي ده عبيط كويس قوي يعني هو رفيع وبيأدي كويس جدا. بتشوف لاحمد مين في المستقبل يعني يكون زي مين في الكوميديانات في المستقبل؟ هم كلهم هيبقى لهم مستقبل كويس بس يغيروا ويقدموا بقى حاجات جديده قدام الناس. انا خايف لا يكرروا نفسهم في كل الافلام وفي كل المسرحيات وينتهوا. لازم حد يكتب لهم وهم يدوروا على النصوص الكويسه. طب هاني رمزي ده فظيع الولد ده جميل. يعني بيشتغل ليه فظيع حريف
حريف يعني, يعني ممثل ممثل يعمل كل حاجة وبعدين طوله برضو نفعه قوي. طوله هبلته. يا عم ما تخلينيش اقول لك، ما هو القصر برضه بيفيد في الكوميديا. طبعا مش كده ولا ايه؟ ما احنا الحمد لله رب العالمين احنا قصيرين. احنا مع بعضينا احنا من القصيرين. في النجوم بقى الكبار زمان يعني في احمد السقا كويس قوي قوي. ده وهيبقى بعد كده يعمل ادوار تانية خلاف الكوميديا. عنده استعداد يعمل ادوار تانية خالص خلاف الكوميديا. ايوه حضرتك ما قلناش ولا اسم كوميديانة واحدة، ليه ما عندناش ستات تصنع الكوميديا؟ شفت انت قلت لي ليه بقى؟ تقاليدنا الشرقية ستات دمهم تقيلة؟ لا لا، تقاليدنا الشرقية بتحجب ان الست تطلع تضحك. صحيح. انما هي عشان كده اللي غاويين تمثيل غاويين بقى يبقوا زي فاتن حمامة، يبقوا زي ماجدة. لا بس بيطلعوا يعملوا اغراء يعني يقول الكوميديا ارحم من الاغراء. بس مش اغراء. ده ما اسموش اغراء دلوقتي. اسمه ده مش اغراء. ده مش اسموش اغراء يعني فستان ضيق شويه يبقى اغراء. لا كلام. طب الاغراء ايه بقى؟ ما اعرفش. الحقيقه انت لبختني بقى في الموضوع ده. خليني ما اعرفش اسالك السؤال اللي جاي. بنعود الى النجوم الكبار في حياتك اللي اتعاملت معاهم، وفي مسرحيه احنا ما نقدرش ننساها ابدا لانها فيها مجموعه من اجمل الفنانين اللي احنا بنحبهم، وحضرتك الفنانه سهير البابلي والفنانه العظيمه حبيبه الكل شادية رايا وسكين. مش ممكن نكون معاك وما نسالش ما نسالكش عن المواقف والايام الجميله الحياتيه اللي جمعتك بين الفنانه شاديه في مواسم متتاليه من رايا سكينه والفنانه سهير البابلي. تفتكر ايه بقى خلف الكواليس بقى اللي احنا ما شفناهوش من رايا وسكينه؟ هو طبعا الايام الاولى في رايا وسكينه. ايوه. طبعا الفنانه شاديه ما لهاش دعوه بالمسرح. ايوه. فعشان كده كانت محتاجه فعلا انها يعني تقف جنبنا علشان تعرف تمشي معانا. فهي يمكن الاسبوع الاولاني واكتر ما كنا خايفين جدا ان احنا نقول حاجه ارتجال من عندنا. ايوه عشان شادي وخصوصا انا لان كان اكتر مشاهدي قدامها فكنت متكتف مش قادر اعمل حاجه يعني الا اذا فكرت انها ممكن ما تردش او تقول اي حاجه وتنفع يعني. لكن بعد كده بقت الحقيقه لامعه جدا، والجمهور اصلا كان داخل عشان يشوف شاديه طبعا دم ولحم. هو بيشوفها في السينما، لكن عشان كده كنا خايفين عليها جدا ومحطينها بكل رعايه وعنايه علشان تظهر قدام الناس كويسه جدا. اما سهير البابلي طب حضرتك مش فاكر في مثلا كده اتفاجئت ان شاديه راحت قايله لك على الهوا وخرجت عن النص؟ كل الحته اللي انا كنت بخبط فيها بتاعت الصباحيه. ايوه. هي على طول راحت قايله. يعني تقول لي خبط بشويش، اول ما اروح محسس على الباب كده قال يعني بخبط بشويش. فهي تضحك تقول لي بالمخ بعقلك يعني فاروح خابط انا الباب بعقلي. فكانت تقول اي حاجه يعني وكانت تساعدني في الحياه في المواقف دي لحد ما اتدربت وبقت معانا يعني ماشيه 100% يعني. اهم صفه في شخصيه شاديه ايه؟ رقيقه جدا. رقيقه وبرنسيسه. الله برنسيسه الحقيقه. الفنانه الجميله شاديه برنسيسه قلبنا وقلوبنا. أيوة. كلنا. وفعلا من اعظم الفنانات اللي شهدتهم مصر والسينما المصريه. أيوة. والموسيقى والغناء المصري. صحيح. واحنا بنتوجه لها بكل الحب وكل سنه وانت طيبه ولسه بنغني معاكي ماما يا حلوه يا اجمل غنوه. أيوة. وبنبعت لها رساله حب النهارده في عيد الام من في مصر كلها.